الكلام اللي انت بتقوله ده هتطلقه ليه وازاي؟ اهو ده اللي حصل بقى. ايوه ايه اللي حصل يا خالد؟ لا 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 دي شكلها خناقه عاديه وتتلم في قعده. يلا نطلع على البيت عندك ونقعد نتكلم معاه. مش هينفع اللي انت بتقوله ده. هو اللي ما ينفعش. انت ونوع بتحبوا بعض واستحاله تطلقوا. بطل عنده واسمع كلامي. خلاص بقى يا شاف. في ايه؟ قلت لك مش هينفع. مالك انت اللي مالك يا خالد؟ في ايه؟ بقالك فتره متغير وانا مش فاهمك. لا تقول لي اللي حصل. يلا لا روح اسال. ايوه ايوه يا هشام. اللي بيني وبين نوع حاجه تخص انا مالكش دعوه بيها لو سمحت. يعني بقت كده؟ ما بقناش صحاب؟ صحاب هنا في الشغل، لكن اللي بيحصل جوه بيتي لا انت ولا اي حد تاني ليكوا دعوه بيه. مفهوم؟ في الشغل بس. ايوه في الشغل بس. حقك يا خالد بيه، بس انا هقولها لك واحنا برضه في مكان الشغل. اللي انت بتعمله ده يا خالد غلط. اللي بتعمله ده يا خالد غلط، ومن غير ما اعرف اللي حصل ومش عايز اعرفه. بس روح ما تتسابش، ولو طلقتها هتخسر كتير. خلصت اللي عندك؟ خلصت. اتفضل على مكتبك. لسه ما رجعش يا حبيبي. نام بس دلوقتي. ايوه بس انا مش عارفه انتوا هتعملوا كده ليه؟ يعني الموضوع هيكسبنا كتير. انا لوحدي عندي معلومات تخلينا نقعد نشتغل سنه بحالها ونقول كلام محدش يعرفه. بس في نفس الوقت لو خرجنا عن الخط او زودنا اللي هنخبط فيهم دول الله اعلم هيعملوا ايه. يبقى ما تخاطرش وخليك زي ما انت وابعد عن المشاكل. اللي عايز يوصل لازم يخاطر يا وفاء. وبعدين اللي طالبين مني اعمل كده ما ينفعش يتقال لهم لا. ويوم ما يحصل حاجه اللي طلبوا منك دول هينفعوك؟ انت نسيت عملوا ايه في الشريف؟ ما نسيتش، بس اديك قلت. هم اللي عملوا كده في الشريف على حاجه ابسط بكتير من اللي طالبين نعملها. امال فين لينا؟ نايمة في اوضتها دلوقتي. مش بعادة يعني؟ مش عارفة، حتى ما خرجتش النهارده من البيت خالص. لا دي حاجة غريبة. انا هروح اشوف. ايه وبعدين يعني هنتصرف ازاي؟ يعني ما تعرفش؟ امال مين اللي يعرف؟ لينا. طب ماشي هكلمك تاني. ماشي دلوقتي. باي باي. انا حبيب بابا. يا بابا تعالى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده بجد يا اولاد. بسم الله ما شاء الله، ده حاجه غريبه جدا. بقى الست لينا في بيتها وعلى السرير الساعه 11. ايه خير؟ مالك تعيانه ولا ايه؟ قلت رايح يوم يعني. حلو، اجي انا بقى اسهرك عشان بقى لي كتير ما قعدتش معاكي ولا اتكلمنا سوا. ده ايه الرومانسيه دي كلها؟ اعتبر ان انت بتعكسني كده يعني؟ لا 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 لا، شفتش ابوك هو بيعاكس يخبل. يا جيم يا خبرة. طب قولي والنبي علقتي من قريب؟ هقولك يا ستي، بس انت الأول قوليلي مالك يا لينا؟ مالي؟ ما أنا كويسة أهو. على جيمي؟ تعبانة شوية يعني عادي. لينا اللي أنا أعرفها مش بتتعب. أنت بقالك كم يوم كده حالك متغير وأنا متابع واخد بالي. بس قلت استنى لما نقعد مع بعض ونتكلم. ودينا مع بعض وبنتكلم. قولي لي بقى مالك؟ صدقني يا ابو ما فيش حاجه. عايز يعني لو في حاجه هقول لك. ماشي هصدقك لحد ما تبقى قادر تتكلم، بس عشان خاطري في اي مشكله تعالي قولي لي. ماشي ما تقلقش عليا. ما لقيتش على حبيب بابا أهلا. يعني سيبك ترتاحي، بس هيبقى لنا قعدة مع بعض. بقولك ايه رأيك تيجي بعد ما اخلص زحمة الشغل اللي عندي دي اخدك نطلع على باريس يومين ومن غير ماما؟ احسن احسن. ماشي صباح الخير.